ما شاء الله، اللهم صل على النبي. سيارة كاملة. أبو الزلاحف شال أرنب بالطريق مفعوس، وجاب الدكاترة وجاب الشرطة والبوليس، والأرنب صوت عايش مع أبو الزلاحف. شو؟ بس هلأ أنا ما لي علاقة بالإيكو بالطريق، ما لي عم يتصلوا الإسعاف، عم يتصلوا بالبوليس، وأبو الزلاحف هلأ مبسوط على المكافأة. أي والله. سيارة إسعاف مثل ما هي جاية، 7 8 بقلبها، وهي سيارة تاني، 3 سيارات إسعاف صاروا جايين. أي والله. وأبو الزلاحف مبسوط. أبو الزلاحف معه الأرنب. والله إذا كنت عان أنا بسوريا، والله إيه مفكروني كلب بفاسوا فوق مني، ما بردوا علي. هون ما مثل عنا يا عمي. فرجوني السيارة الجاية أنت. هي السيارة الجاية. بس مشان الأرنب. مشان الأرنب. سيارة كاملة طاقم مع إسعاف مع بوليس مع كل شيء. أي والله. سيارة شحن كاملة مع طاقم 8 فيها. احكي ما خاطرين العنوان يمكن. اجوا ياخذوه من أبو الزلاحف يستلموه للأرنب. البني آدم بسوريا بيموت بضل بالشارع، ما حدا بيقول مين أنت، ما حدا بيشيله. هون أرنب ما ضلت سيارة شرطة، ما ضلت سيارة إسعاف إنه عم يشيله، وجايبين كرتونة خصوصي لأبو الزلاحف، وله مكافأة هلا أبو الزلاحف، وبيطلع على التلفزيون على قنوات الأوروبية كلها، وأحلى أبو الزلاحف. معكم كنا ببرلين، وهي سيارة إسعاف تاني كمان جاي. شفتوها يا شباب؟ شلون بتسدوا؟ البني آدم عندنا بسوريا بيموت وما حدا بيشيله، ما ضلت سيارة إسعاف بلا بقى اجت. هذا أبو الزلاحف يا عمي، له حظ أبو الزلاحف. طلعوا يا شباب، طلعوا للعدة. كنا معكم من برلين. ليك حطوا له حرام وبطانية. شو هذا يا ربي دخيلك؟ شو هذا؟ تطور رائع. يا أبو الزلاحف تم تسليم الأرنب للجهات المختصة، ما متعنا بسوريا. طلعوا يا شباب، طلعوا. وهي أبو الزلاحف مبسوط وبده ياخذ المكافأة وبياخذوا عنوانه، وهي بلشوا يصوروه للأرنب الشباب. فوتو، ما ضلت سيارة شرطة بلا ما اجي. أبو الزلاحف مبسوط. أبو الزلاحف تمام. أوكي، ثانك يو. يلا بدك غسل؟ ايه وهي بدي اعقمه له ايدالها بالزلاحف بالتعقيم. تروح بصلي عنده اول شيء. وهي بالزلاحف خسر له ايدال الشرطه والبوليس وسيارة اسعاف. عقمه بصبري وهي محارم كل واحد. طلعوا طلعوا بالزلاحف، العمى في عيونه لاحظوا. من ابو الزلاحف لابو الارانب. طلعوا طلعوا يا شباب، طلعوا. اللي بسوريا ما في عندنا هالشيء الا 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 غير تاني. ويا ابو الزلاحف محارم. شد سلم على الشباب ابو الزلاحف. يلا ثانك يو تشوز. هاي محمد ابني. يلا هي انا كمان معكم من المانيا من برلين، واحلى شباب واحلى بالارانب. البني ادم بسوريا يا شباب تبعثوا السيارة واحدة بيقول لهم تشوز تشاو.